علاش بغيتو نقاطع كوكاكولا ودانون وبومبرز وكل المنتجات الامريكيه والصهيونيه والفلسطينيين اصلا كيشريوهم؟ والله العظيم الا الناس دغزه براسهم اول المستهلكين. في الحقيقه غير نساوني من هذا الموضوع، حيت ما نقدرش يجي الشهر اللي ما ناكلش فيه كاي اف سي. كنحماق على داك سبايسي وينكس ديالهم، داك السلطه ديال المكور الحلوه، وزيد عليها شعري الا ما غسلتوش بكيراستاز كيولي بحال الحلفه. هذا هو الصوت الداخلي ديالي في كل مره كنبغي نشري هاد المنتجات، وانا عارفه ومتاكده انها كتدعم الكيان الصهيوني بشكل مباشر. وللاسف في كل مره النفس ديالي كتغيب الادراك وكانت تغلب. انا وحده من 2 مليار مسلم اللي استطاعوا الصهاينه يخليوا نفوسنا تهزمنا بلا ما يحاربك هو بالسلاح والافساد والبقاء، غير نفسك راها كتحارب. الفلسطينيين والغزاويين الا كانوا كيشريو منتجات الصهاينه فلانهم ولاد المحتله، فرضين عليهم ما يزرعوا ما يغرسوا ما يصنعوا ما يستوردوا من بلاد اخرى. حتى شعار هنا نوكلكم فاش نبغيو ونجوعكم فاش نبغيو، وسياسه التجويع اللي دايرينها دابا على غزه خير دليل. اللغه الوحيده اللي كيعرف هاد الجنس هو لغه الفلوس، والا ما كانوش باعوا الدين ديالهم بعرض من الدنيا من يامات سيدنا موسى. 4% من عائدات المطاعم الامريكيه الصهيونيه الشهيره في الدول العربيه تتصافد ترو كوموندي للشركه الام في ميريكان وبني صهيون. يعني بلغه الفلوس الا دخلت هادي 100 مليون في النهار كادنى تقدير، 4 مليون كتصافط ليهم، ضربها في 30 يوم اللي هي 120 مليون في الشهر، ضربها في 12 اللي هي مليار ونص في العام، ضربها في عدد المدن في دوله واحده، ضربها في عدد الدول العربيه. لذلك انا وانت وانتي وكل شيء خاص نعيدوا النظر في سلوكاتنا الشرائيه ونقاطعوا هذه المنتجات. هذا الشيء خاص يبقى ثقافه دائمه عندنا وما نتبناوهش تحت العاطفه، فقط فوق الازمه، ومن بعد ترجع حليمه لعادتها القديمه. ما غنموتوش بالجوع، ما غنبقاوش بالعرى، ولكن غتحرقنا الشمته حياتنا كلها. اللي ما مقتنعش بهاد الهضره نسال الله له الهدايه، لان هذا الدم في حق خوتنا الفلسطينيين. المقاطعه مقاومه. خلي باب هذاك الشعر يولي حلفه، نغسل به الماعن وما نخونش خوتي.